مستمر على أرضية ميدان التحدي بانطلاقة شوط جديد تحدي جديدة. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء انطلق بهذه اللحظات الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات هذه الفترة الصباحية. بدأت الأعداد بالتزايد على أرضية ميدان التحدي، فإن دل ذلك يدل على نجاح سباقاتنا المحلية ومع منافسات وانطلاقات هذه الرياضة الملمة بشعارات أبناء القبائل أبناء دول مجلس التعاون. لنبدأ معكم وبحضراتكم باندفاعة جديدة بمنافسة مميزة مع تحديات فئة القعداء. لنبدأ مع المركز الأول شعار وزن من خطف ناموس الشوط الماضي، يتواجد هذا الشعار ويتقدم مع محيط لفهد بن ماجد القحطاني على المركز الأول. المركز الثاني التقدم من مرهق لفيصل بن شفيع آلف عيده المري على المركز الثاني. المركز الثالث قادم بتحديات تحيل لسعود بن علي الفراج القادم والمندفع مع المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الأيمن هذا اللي ينحجب رقم عنا شعار الوالد حمد بن سعيد بن مهيرة مع تحديات الملاحظ لسعيد بسالم الجربوع المري. المركز الخامس أتابع الواصل والمتقدم حوم محمد بن راشد بن علي الفهيدة المري. هذه هي الأسماء المتقدمة والحاضرة، لكن نتابع خلف الخمس أسماء قادمة لا محالة إلى المنافسة إلى التحدي. نتابع هذه الشعارات على الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية. شكرا بن خزينة من يلتقط هذه الصورة الجميلة المميزة للأسماء الحاضرة المتواجدة والشعارات المشاركة. نعود نحو البداية لنتابع مجريات المقدمة. مرهق على المركز الأول بدأ يسيطر على المقدمة والصدارة ليندفع قائدا للأسماء محكما الغبرة بزمام الأمور. فيصل بن شفيع بن سعيد آلف هيده المري على المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني القادم بتحدياته هنالك محيط فهد بن ماجد بن محمد سحيم القحطاني. المركز الثالث يصل بتحدياته ملاحظ سعيد بسالم بن مهيره المري. المركز الرابع من الجانب الأيمن يتقدم حذيم لمحمد بن علي بن عبدان المري. والمركز الخامس يتواجد حوم محمد بن راشد الفيدة المري. وهنالك القادم شعار بن جبران والأسماء القادمة، لكن نعود إلى شعار القحطاني. من غير مجريات هذا الشوط، من سار بالاتجاه السليم نحو الناموس ونحو التتويج على المركز الأول بتقدم محيض يا حل القعدان خلاكم محيض في مكان كلكم ما ترغبونه. بدأ يفتتح مجريات هذا الكيلو الملتهب بالمنافسة ليحقق النقطة الثانية بطريقه لشعار القحطاني وباتجاه نحو عزبة القحطاني مع انطلاقة مهيض على المركز الأول. المركز الثاني الله يا بن شفيع غادم مع مرهق فيصل بن شفيع بن سعيد آلف عيده المري. المركز الثالث وصل بن جبران وصل شعار النجوم ليتسلل من مركز إلى مركز مرورا وعبورا وتواجدا مع الصدارة ليتقدم براك جابر بن سالم بن جبران المري مع المركز الأول. يتواجد هذا الشعار شعار الخطر وشعار النجوم ليصنع نجم على البداية، لكن بن شفيع شوفوا القادم الله مرحق 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 بن جبران مع البداية بن شفيع على المركز الثاني. اللحظات الحاسمة اللحظات النهائية بن شفيع يبدع باللحظات الحاسمة ليتسلل مع البداية. مرحق 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 يتوفق بهذا الانطلاق ويكون حاضرا على الموعد بالاندفاع مع المركز الأول. سلام مرحق سلام بن شفيع سلام فيصل بن شفيع على الفهيدة المري يحقق المركز الأول مع هذه الانطلاقة الجميلة. عاد بن جبران اللحظات الحاسمة بن شفيع مرهق 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 التاني والتبريكات نزف لفيصل بن شفيع على فهد المري المركز الثاني. وصل براق لجابر بن سالم بن جبران المري المركز الثالث. ملاحظ لسعيد بن سالم بن مهير المري المركز الرابع.
كان الوصول من قبل حبيب محمد بن علي بن راشد بن عبدان المركز الخامس، وصل محيض لفهد بن ماجد السحيم القحطاني. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا معكم المنافسة بهذه الانطلاقة المميزة والتحدي الجميل بشعارات أبناء القبائل لمنافسات سن الحقائق. شاهدنا شوطنا السادس الذي انقضى قبل قليل. نذهب معكم وبحضراتكم إلى التوقيت الزمني، هذا هو ملخص هذا الشوط ولحظة قدوم شعار بن شفيع إلى خط النهاية محققا المركز الأول. 4:37 أو 37 بالفعل، 37 جزمة ثانية. التهاني والتبريكات لمالك مرهق فيصل بن شفيع بن سعيد آل فهد المري. المركز الثاني وصل براك، توقيت الزمني 4:37، 55 جزمة ثانية. التهنية نزف ولي جابر بن سالم بن جبران المري. والمركز الثالث 4:38، 3 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات نزف لمالك ملاحظ سعيد بن سالم بن سعيد بن مهيرة المري.